يعود إلينا من العاصمة الأردنية عمان محمود القريوتي مدير مركز رصد الزلازل، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. بداية، ما دلالات هذا الزلزال بهذا الحجم في منطقة غير شائع بوقوع مثل تلك الزلازل؟ هي حقيقة منطقة زلزالية، وذلك لوجود يعني صدوع نشيطة نتيجة تحرك الصفيحة الإفريقية إلى الشمال، لكن الفترات متباعدة، فترات متباعدة ما بين النشاطات الزلزالية المختلفة. فمثلا هذا الزلزال الذي حدث لم يحدث قبل 100 إلى 120 عام في تلك المنطقة، فبالتالي الفترات متباعدة، لكن هي منطقة زلزالية والتاريخ الزلزالي يعني يقول أنه حدثت نشاطات زلزالية في تلك المناطق، يعني زلزال أغادير ليس بعيد الذي حصل سنة 1960 وزلزال الحسيمة 2004. فبالتالي كما ذكرت هي منطقة زلزالية لكن ليست بالعنيفة وليست بالقوية، ويعني توصف بزلزالية المعتدلة، بمعنى أن النشاطات الزلزالية متباعدة نوعا ما في تكرارها. يعني سيد محمود، ماذا يعني أيضا حدوث ارتداد أو ارتدادات متعددة للزلزال؟ طبعا هذا طبيعة النشاط، يعني النشاط الذي يحدث الآن حاليا في المغرب هذا يسمى تتابع زلزالية، أو أحيانا يطلق عليه عاصفة زلزالية، بمعنى مجموعة زلازل تحدث في أوقات محددة، ربما ساعات أو أيام أو أشهر ولربما أكثر من سنة كفترة زمنية، وتحدث هذه التجمعات أو الزلازل في منطقة محددة، فبالتالي يطلق عليها مصطلح تتابع زلزالية أو عاصفة زلزالية Earthquake Swarm أو Earthquake Sequence. تختلف طبعا هذه العواصف أو هذه التتابعات من منطقة إلى أخرى، فمثلا يعني عاصفة زلازل تركيا وسوريا التي حدثت في شهر 2 من هذا العام كبيرة وقوية وما زالت مستمرة لغاية الآن، وتحدث يعني زلازل شبه يومي في تلك المنطقة. طبعا هناك زلزالية عنيفة ولكنها وقوية تكون غير محسوسة، هل تعني هذا؟ حاليا نعم، حاليا في مناطق تركية في تلك أقصد في تلك المنطقة التي حدث فيها الزلازل السابقة نعم غير محسوسة ولا يشعر بها الناس، لكنها تسجل على محطات رصد الزلازل حاليا. طيب نحن فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا ومحطة رصد الزلازل، هل هذا يعني أننا يمكن نعرف بحدوث الزلزال قبل أن يحدث؟ لا، هذا غير 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 وارد مطلقا. يعني دائما هي دائما إشكالية هذه النقطة. نعم، دائما نقول أن التوقع بالزلازل لا يمكن إطلاقا، يعني لا يمكن أن أقول أنه سوف يحصل زلزال بعد فترة معينة، غدا أو بعد غدا أو بعد أسبوع أو أي فترة وفي منطقة محددة، هذا لا يمكن إطلاقا، لكن يمكن أن أتوقع أين ممكن أن تحدث هذه النشاطات الزلزالية، يعني مكان حدوثها وأماكن أكواد حدوث الزلازل يعني معروفة. أكواد الزلازل مكان حدوث نعم، مكان حدوث الزلازل معروف، تحدث على الصدوع النشطة، وصدوع النشطة يمكن تحديدها ودراستها وتقييمها، فبالتالي يمكن معرفة أين تحدث هذه الزلازل، وأيضا يمكن معرفة حجم الزلازل، أو يعني أكبر خطر ممكن أن يحدث في تلك المناطق، بمعنى أكبر زلزال ممكن أن يحدث، فبالتالي هذا يمكن توقعه وممكن معرفته، لكن لا يمكن إطلاقا، لا يمكن إطلاقا أن أعرف أو أن أحدد تاريخ ووقت أي نشاط زلزالي قادم. هذا الكلام طبعا ليس فقط في مناطقنا، في أي منطقة في العالم، في أي مركز، في أي مركز بحثي أو مرصد زلازل معين لا يمكن إطلاقا كما ذكرت تحديد الوقت والتاريخ لزلزال قادم. طيب سيد محمود، هل أكواد الزلازل لها علاقة بشكل المباني وأين تبنى المباني وأيضا قوة البنية التحتية؟ يعني هل من المفترض أن تكون هذه المنطقة أو
بعض المناطق التي تتعرض إلى زلازل أو من المفترض أنها تتعرض إلى زلازل أن لا يكون بها مباني أو نعرف أنها تبنى بشكل معين أو بطريقة معينة؟ الآن يفترض في المناطق الزلزالية يتم تقييم الخطورة الزلزالية. يعني بمعنى معرفة المناطق التي يمكن أن تتعرض لنشاط زلزالي كبير أو نشاط زلزالي متوسط أو نشاط زلزالي قليل أو ضعيف أو مناطق التي لا تتعرض إلى نشاط زلزالي، فهذا يمكن تحديده ومعرفته. الآن في المناطق الزلزالية الكبيرة والمتوسطة وحتى الضعيفة يمكن دراسة الخطورة الزلزالية، بمعنى معرفة أكبر خطر ممكن أن تتأثر المناطق المعنية، وبالتالي في حال معرفة حجم هذا الخطر ومعرفة ما لدينا من مبان وما بين ما لدينا من منشآت سكانية وأيضا طبيعة السكان وتواجد السكان، كل هذا يمكن دراسته وعمل خرائط تسمى الخرائط الزلزالية، وتوضح أو توضح على هذه الخرائط الأماكن الخطرة من الأقل خطورة، ويعمل ويفترض سيناريوهات معينة في حال حدوث لا سمح الله زلازل كبيرة ومدمرة على المناطق المعنية، ويمكن تحديد لا سمح الله الضحايا وعدد الجرحى خلال هذا السيناريو والمناطق الممكن التي تتأثر. فبالتالي كل هذه الدراسات تسمى دراسات الخطورة الزلزالية يمكن عملها، وبالتالي من هذه الدراسات يمكن أن نستعد لهذه الأخطار أو هذه الكوارث. فهناك تسمى إجراءات أولية، إجراءات ما قبل حدوث الكارثة، وإجراءات أثناء حدوث الكارثة، وإجراءات ما بعد. ما هي بالتفاصيل يعني قبل حدوث الكارثة ما هي الإجراءات؟ الإجراءات كثيرة حقيقة، أهمها الدراسات الزلزالية المختلفة كما ذكرت، عمل أو إجراء الخرائط الزلزالية والتي تبين لدى المعنيين المسؤولين والمعنيين المهندسين ومخططي المدن المناطق الخطرة. فإذا ما حددت تلك المناطق الخطرة يمكن معرفة هذا الخطر على تلك المباني أو المنشآت، هل هذه المباني تستطيع أن تتحمل هذا الخطر أم لا؟ هذا يتم تقييمه ومعرفته. فإذا ما كان هناك خطر على تلك المباني يجب دراسة مفصلة عن تلك المباني، إما تزال أو يعمل لها دراسة وأدوات تكنولوجية وأيضا تمويل. هل لدى الدول العربية هذه الإمكانيات؟ الآن يعني كل قدر استطاعته، يعني الإجراء السريع أو إجراء الممكن أو يعني يفترض عمله هو التقييم. عندما يتم التقييم هناك حلول، لا شك الحلول قد تكون صعبة أو قد تكون مدى طويل، لكن معرفة السبب أو معرفة الوضع يعني هو الإجراء السليم، أفضل من أن لا سمح الله أن يحدث زلزال ويدمر كل شيء تقريبا. هل يعني حدوث زلزال بالمغرب الآن هل يعني خلق منطقة زلازل جديدة بالمنطقة؟ لا، هي نفس المنطقة كما ذكرت، يحدث فيها نشاطات زلزالية مختلفة بين حين والآخر. يعني قبل 120 سنة حصل زلزال كبير في هذا الحجم في تلك المناطق، كما ذكر زلازل الأغادير وغيرها، فنشاطات يعني زلزالية موجودة، فهي ليست جديدة، هي منذ القدم نشاط متكرر، لكن يعني الفترات متباعدة ولا يمكن حقيقة معرفة تلك الفترات. يعني لا أستطيع. دعنا نفهم بتفاصيل وابقى معي، أطلب منك أن تبقى معي للمزيد من المتابعة. ينضم إلينا من الرباط رشيد المسلم الكاتب الصحفي. سيد رشيد، بداية ماذا لديك من تفاصيل، ما الوضع الآن لديكم في المغرب وأيضا ميدانيا وإنسانيا؟ الإنساني والوضع هو مستسيب الآن، وأن رجع الأمور إلى الأمور العادية، رجع العديد من المواطنين إلى منازلهم، خصوصا في جماعة إغيب إقليم الحوز والمناطق المجاورة لها، خصوصا في مراكش ووردات وأزيلال وشيشاوة وتاروبانت، هذه مناطق الحوز التي
تضررت كثيرا من هذه الهزات الأرضية أو الزلزال، وخلفت حسب الحصيلة الأولية قد نصل إلى 300 قتيل والعشرات من الإصابات، وهناك تعبئة ليلة بيضاء والعديد من المواطنين بقوا خارج المنازل ممكن في تعبئة المصالح الوقاية المدنية والمصالح الصحية والمستشفيات في منطقة مراكش والمناطق المجاورة لها من أجل إسعاف الضحايا، وكذلك تنبيه بعض المواطنين من تجنب وقوع هزات أخرى خصوصا في بعض المنازل الآية للسقوط والتي تضررت كثيرا نسبة خصوصا المنازل التاريخية التي تضررت كثيرا، وكانت هناك إنذارات الماء وبأن عدم مبيت في هذه المنازل أو القرب منها، وهذا يضع الآن السلطات المحلية أنها كانت تعبئة شاملة بأن أنا تقوم بتنبيه المواطنين، وكذلك توجيه نداءات من أجل التبرع بالدم في المستشفى الجهوي لمدينة. صحيح، فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، ما الذي تريد المغرب الآن من مساعدات وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي؟ الجانب الصحي هناك تعبئة كما قلت وطنية، الآن أصبحت مسألة وطنية، هناك وزارة الصحة والوقاية المدنية، وكذلك ممكن تدخل المستشفيات العسكرية من أجل أن تعبئ جميع المستشفيات والأسرة بأن إنقاذ الضحايا وكذلك معالجة الجرحى. ممكن بأن هناك قد تكون هناك أرقام في الساعات القادمة وهناك أرقام أخرى، وهذا يعني بأن إن كانت هناك ضحايا بالجروح والإصابات والضحايا، ولكن هناك العشرات من المواطنين أو المئات الذين كان هناك ذعر شيئا نفسي وخوف نفسي وبقوا في ليلة أسفع ليلة بيضاء، وكان اللي اختاروا بأنهم ينامون خارج منازلهم، وهذا يعني بأن هناك انتداعيات اجتماعية وصحية ونفسية، وكذلك تعبئة السلطات الأمنية والسلطات المدنية والوقاية المدنية والصحية بأجل إسعاف الضحايا. وهذا يأتي بأن كانت هناك هزات اعتبار بأن إن كانت منطقة الحوزة التي الآن فيها خسائر، ولكن في المناطق الأخرى ممتدة إلى مرورا عبر المدينة الجديدة أو الصويرة أو إلى الدار البيضاء والرباط والنواحي، وكانت هناك ارتدادات، وكان هناك خوف، كانت هناك ضحايا، وكان هناك خوف نفسي وضعر بالنسبة للمواطنين، وهذا مسألة عادية. هل هناك عدد كبير من المباني الآيلة للسقوط الآن؟ ممكن بأن باعتبار بأن هناك أحياء سكنية أو إقامة سكنية تاريخية في العديد من المدن المغربية أو ما يسمى بالمدن العتيقة بالمغرب التي لها مساكن قديمة، وممكن بأن قد تتضرر من هذه هزات الأرضية، وهذا الأمر الآن يطرح إشكال كبير بأن على السلطات الحكومية والوزارة السكن والتأمير أن تنتبه إلى هذا الأمر، بأن يجب معالجة والتنبيه بأن يجب إفراغ بعض المساكن الآيلة السقوط التي لها أزيد من قرن من 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 المباني، كما أن هناك العديد من المنازل قد نقول أنها منازل حديثة ولكن لم تحترم المعايير الطبوغرافية أو المعمارية في بنائها، وهذا يتطلب في المستقبل. ماذا تعني بهذه النقطة تحديدا؟ أعني بها بأن يجب أن نتجنب مثل هذه الهزات في المستقبل، بأن يجب الصرامة في منح الرخص البناء وتشييد المنازل أو الإقامة السكنية، أن تكون هذه المنازل أن تأخذ أو المهندسين المعماريين والطبوغرافيين. يعني هناك عدد كبير من المباني السكنية الحديثة سقطت؟ نوع ليس بهذا الأمر، ولكن أقول يجب التنبيه بأن في المستقبل يجب أن قبل بناء أي مسكن أو إقامة حديثة أن تكون المعايير الجيوغرافية وغيرها أن تحترم، أن تكون هناك مستقبلا إن قدر الله دائما أن تضع بين في المستقبل بأن أنها ممكن أن تتعرض لهزات، وأن تحترم المعايير الطبوغرافية والمعمارية بأن تكون هذه المنازل هذه الإقامات
قد تكون مهددة، ولكن هي أن تحترم في العمق العربي، أقصد في العمق العربي أن تحترم بأن قد تكون هناك عدد، باعتبار الآن هذا أن في منطقة الحوز كانت مفاجأة أن بعيدة شيئا ما عن البحر، وكانت هناك في القرن الماضي في مدينة أكادير وقع زلزال، ولكن يجب أن الجميع، أقول جميع المناطق المغربية، أن تحترم في الملح الرقص. صحيح، يعني هذه نقطة هامة سيد رشيد، ابقى معي. أذهب مرة أخرى إليك سيد محمود. يعني سيد رشيد يتحدث عن نقطة هامة، هي المسألة متعلقة بالمباني الحديثة والمباني القديمة، أم باستراتيجية ودراسة أين تبنى هذه المباني؟ حقيقة يعني بالشيئين، يعني هناك يفترض أن يكون دستور للبناء وما يسمى الكود أو كود الزلزالي أو المقاوم لأفعال الزلازل. يعني هذا الدستور يفترض أن يوضع فيه جميع المعايير الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، سواء كانت القديمة أو التي ستبنى فيما بعد. طبعا هذه المعايير بنيت على خرائط الخطورة الزلزالية وتقدير الحجم الزلزالي أو الخطر الزلزالي لتلك المناطق، طبعا بعين الاعتبار لما هو موجود من منشآت ومباني مختلفة. فبالتالي هذا كله موجود في تلك المعايير، يفترض أن هذه المعايير تطبق، لكن للأسف وكما يعني هو معلوم عادة أن التطبيق في هناك مشكلة في التطبيق. هل يعني في سيد رشيد مشكلة في التطبيق بالمغرب تحديدا؟ التطبيق أن القوانين المغربية وخصوصا قانون التعمير والسكنة يفرض مثل هذه المعايير على احترام المعايير الطبوغرافية والمعمارية في بناء أي إقامة سكنية، خصوصا السكن سواء إن كان سكنا عموديا أو أفقيا، أن تحترم هذه الإقامات السكنية، أن تتجنب مثلا مثل هذه الهزات الأرضية. وكما أن المنطقة الآن النقطة التي وقع فيها هذه الزلزال منطقة الحوز، والتي هي ممتدة من الساحل الأطلسي مرورا من مدينة الصويرة إلى مدينة تارودانت و الشيشاوة وارزازات، هي منطقة جبلية شيء ما وهو وعرة التضاريس. ولكن إن كانت هناك بعض المباني، نقول إن كانت هناك بعض المباني العتيقة في المدن العتيقة، وكما لاحظ بعض الصور التي نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك الإقامات أو المساكن التي تضررت من هذه الزلزال الذي وقع قبل ساعات، وهذه المدن العتيقة. وكما أن المغرب أخذ بين الاعتبار في السنوات الماضية والترميم وإصلاح بعض المدن العتيقة أو الأحياء العتيقة التي لها سنوات، ولكن يجب التنميم مرة أخرى. هناك بعض المساكن التي يجب إفراغها من الساكنة، وأن تتم إما هدمها وإعادة بناؤها أو كذلك من أجل إصلاحها. هل لدينا حصيلة بعدد المباني تحديدا؟ نعم، هل لدينا حصيلة بعدد المباني، وهل هناك أي مباني خاصة بمؤسسات أو بمباني حيوية؟ إلى الآن ليست هناك حصيلة في سقوط المباني، ليست هناك أرقام محددة من قبل الجهات المختصة، ولكن ننتظر في الساعات المقبلة قد تكون هناك أرقام، ولكن هناك أرقام الضحايا البشرية رحمهم الله. ولكن بالنسبة أقول فعلا هناك العديد من المدن سواء التي أصابت أو التي من أصابت الزلزال، هناك بعض الإقامات السكنية نلاحظها في عديد من المدن المغربية أي للسقوط، والتي يجب أن تكون هناك التطبيق الصارم، نقول التطبيق الصارم للقانون بأنه يجب إفراغها من الساكنة، ويجب أنها إعادة البناء أو هدمها لأنها لها سنوات طويلة. كما يجب تطبيق القانون التعمير وقانون السكنة في منح التراخيص من قبل السلطات المحلية ومن قبل ما يسمى بالوكالات الحضرية للسكنة بخصوص المباني الحديثة. يجب أن تحترم كما قال الضيف الكريم المعايير ارتدادات للزلازل.
أعود إليك سيد محمود، يعني كيف تتم عملية إيجاد المفقودين بأسرع وقت؟ يعني كما تبعنا في زلزال المدمر في تركيا وسوريا، وبالطبع نحن نتذكر بعض القصص وبعض المشاهد لإيجاد بعض المفقودين بعد أيام عديدة. نحن لا نريد بالطبع أن يحدث هذا مرة أخرى، ولكن ما هي الطرق الأمثل والأسرع لإيجاد المفقودين؟ يعني هناك طرق حقيقة كثيرة، من ضمنها مثلا طبعا فضلا عن الكلاب البوليسية، هناك بعض الروبوتات. هذه الروبوتات تدخل إلى المناطق الصغيرة والملتوية والتي لا يستطيع أن يدخل لها الإنسان، ويتم التحكم بها، وتوجد عليها كاميرا تصور المناطق التي تستطيع أن تصل إليها. أيضا هناك أيضا بعض المجسات الاستماع أو أي أصوات معينة تخرج من هنا وهناك. فبالتالي يعني كثير من الطرق يمكن استخدامها، لكن يعني هنا يعني النقطة الرئيسية متى يمكن أن تصل هذه الطرق إلى المناطق المنكوبة؟ هنا السؤال. دعني أذهب مرة أخرى إلى السيد رشيد. إذن كيف تتم عملية إيجاد المفقودين لديكم في المغرب؟ المفقودين يتم الآن الحمد لله أن ليست هناك مفقودين كثير، ورغم تم إنقاذ العديد من الضحايا بتدخل السلطات المحلية سواء الأمنية والعسكرية وكذلك الصحي، وتم تعبئة الجميع المستشفيات بجهة مراكش، وخصوصا في المستشفى الجهوي بمدينة مراكش وكذلك في تالو بانت والشيشاوة والحوز، وتم تعبئة. وكما أن هناك تعبئة العفوية للعديد من المواطنين الذين قاموا بمجهودات جبارة، وبأنهم قاموا بمساعدة السلطات المحلية في إنقاذ العديد من الضحايا، وكما تم إسعاف العديد من الضحايا. وهذا يعني بأن هناك إن كان الأمر مفاجئا وجاء في ساعات متأخرة من الليل، وكان مفاجئا، والعديد من الأسر كانت نائمة بأطفالهم، ونحن نعلم أن موسم الدراسة ونهاية الأسبوع، وهذا يعني بأن الحمد لله بأن لا تكون خسائر فادحة. وهذا يعني بأن تعبئة السلطات الأمنية وكذلك الإسعافات الأولية من توفير طائرات صحية وكذلك مستشفيات من أجل نقل الضحايا، وهذا يعني بأن تعبئة شاملة الآن أصبحت تعبئة وطنية، وكذلك توفير هناك النداءات لتوفير التبرع بالدم لإنقاذ أو محاولة إنقاذ. يعني زلزال المغرب جاء بعد فترة قصيرة نسبيا من زلزالي تركيا وسوريا المدمرين، ما الممكن أن يتم تلافيه إذن في هذه الأحداث؟ لا يمكن مقارنة زلزال ما وقع الآن بمنطقة الحوز بتركيا أو سوريا، الحمد لله لا نريد أن يتكرر ذلك، ولكن يمكن مقارنته. كانت الأمر ارتداد خفي، ورغم أنه درجة 7 درجات على سلم رشتر، ولكن المنطقة الجغرافية التي أصابها هذا الزلزال منطقة شيئا ما جبلية، وأصاب بعض المناطق التي لا توجد فيها ساكنة، ولكن كانت هناك ارتدادات في العديد من المدن كما قلت سابقا، مدينة الدار البيضاء المحمدية، وحتى في مدينة الرباط حيث أتكلموا معكم، كانت خارج بعض المواطنين، وتم بأنهم كانوا كفزع نفسي وخوف. وهذا ولكن أكيد بعد ما هذا الزلزال قد تكون له مضاعفات بالنسبة لبعض المنازل الآيل السقوط، أو التي لم تحترم المعايير المعمارية ومعايير الطبوغرافية ومعايير البناء، ولكن هذا يطرح أسئلة للمستقبل. أقول للمستقبل بأن يجب تطبيق الصرامة، تطبيق أو تلزيق القوانين واحترام المعايير في منح الرخص، في تتبع آليات الأساسية في البناء، وكذلك احترام التذبذبات الزلازل. قد نقول بأن هذا جاء أمر مفاجئا من بعد زلزال أكادير أو بعد الارتدادات التي وقعت قبل 20 سنة من الآن. قد أقول في 2003 أو 2004 كانت هناك ارتدادات خفيفة
في بعض مناطق في مدينة الرباط والنواحي مدينة الرباط، ولكن هذا يتطلب أن لا يجب أن إن لم يقع هذا الزلزال أن نغمض عيوننا عن احترام القوانين، لكن دائما المستقبل الذي كوارث طبيعية، كما أن على السلطات الحكومية أن تقوم الآن بتتبع وضعية المنازع الأير السقوط أو الضحايا وأن يتم تعويضهم، والاهتمام بعلم الزلازل أيضا، لأنه ربما يحدث زلزال في أي وقت في أي منطقة، فلذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات قبل الزلزال وفي أثناء الزلزال وأيضا بعده. فعلا يجب اتخاذ الآليات، ولكن الأمر المفاجئ الآن الذي وقع قبل ساعات وأن لم يكن نعلم بهذه بما سوف يقع، ولم تكن هناك إنذارات قبل من قبل المركز المتخصص في هذه الزلازل، وكان أمرا مفاجئا. وقبل ساعات أقول كان هناك خروج في منطقة الرباط، ولكن بعد ساعتين أخرى سمعنا بالفاجئة وأن سقوط ضحايا في منطقة أو جماعة إغيل بمنطقة الحوز وضواحيها. إذا كان هناك هذا لم تكن هناك إنذارات قبل، وهذا يعني بأن ممكن الزلزال يقع في أي لحظة، وبعيدا عن توقعات العلمية أو التقنية أو الجغرافية، وهذا يعني بأنك نقول هذه أمر من الله. صحيح سيد رشيد، يعني رئيس الوزراء الهندي أعرب عن ألمه إثر الزلزال الذي ضرب المغرب، وأصفر عن سقوط ضحايا، وأيضا هناك العديد أيضا من أعربوا عن الألم إثر الزلزال، منها فرنسا مصر والعديد. ما المتوقع من مساعدات للمغرب وأصداء هذا الحدث حتى الآن؟ فعلا هو تضامن وطني ودولي، وهذا كمعطى إنساني أن ننتظر التضامن الدولي والدعم الدولي كذلك، وهذا ليس غريبا بأن المغرب يقوم بمثل هذه المبادرات في مع أشقائه سواء في الوطن العربي أو في دول أخرى، سواء في الزلازل أو في الحرائق. نعلم أن المغرب قدم مساعدة عديدة للدول العربية في زلازلها، وكذلك في مجتمع الحرائق التي وقعت في عديد من الدول الأوروبية أو العربية. هذا تضامن إنساني وتضامن دولي، ولكن إلى الآن المغرب يقوم بجميع إمكانيته لأن تجنب مثل هذه الوقائع، ولكن ممكن أن يقوم تكون ك إقامات أو مخيم لمعالجة الضحايا أو مستشفيات عسكرية وغيرها. والمغرب قدم المساعدات لسوريا والعديد من الدول في إقامة مخيمات عسكرية صحية، ولكن الحمد لله المستشفيات المغربية قادرة على توفير هذه الإمكانيات. ولكن كما قلت قبل قليل سمعنا بالتضامن من الدول العربية من مصر ومن دول متعددة، وهذا يبقى لأن مسألة معطى إنساني في إطار الشراكات المغربية. وفي هذه الأحداث والظروف دائما سيد رشيد أيضا يظهر معدن الشعوب والإنسانية، ونرى الكثير من المشاهد الإنسانية. كيف يتضامن الشعب المغربي الآن وشكل التطوع أيضا الآن؟ لاحظنا بشكل عفوي في منطقة الحوز وبالرأس المواطنين قاموا بتعبئة عفوية، وهذا معروف عن الشعب المغربي في أي فاجئة سواء بشرية أو طبيعية أو غيرها، يقوم بمبادرات من عفوية وإنسانية إلى جانب السلطات المحلية والسلطات الأمنية وغيرها، يقوم بمبادرات لأنه يريد أن يقدم المساعدة لأخيه المغربي، وليس غريبا أن الشعب المغربي هو شعب متضامن في قيمه الأخلاقية وغيرها. وأنا العديد من هناك العديد من الآن قبل سيد رشيد عفوا المقطع، ولكن في نبأ عاجل ذكر التلفزيون المغربي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا ونحو 329 مصابا بينهم 51 في حالة حرجة. أعود إليك مرة أخرى، إذن الأرقام للأسف في تزايد، لتستكمل نقطة التطوع وأيضا الآن الوضع في المغرب.
فعلا ارقام صادمه وارقام مذهله، ولكن نتمنى ان رحم الله الضحايا، وانها يجب ان الان لا بد من، كنا نتكلم عن التابعه، لا بد من تعبئه الان، لكاد الارقام صحيحه، لا بد من تعبئه مضاعفه مضاعفه، من اجل ان خصوصا التبرع بالدم وتوفير الاسره وتدخل المروحيات العسكريه الصحيه من اجل اسعاف الضحايا ونقلهم الى المستشفيات في المدن المغربية. طيب، كان منذ قليل سيد محمود يتحدث عن الكثير من الأدوات التكنولوجية ربما، والأدوات التي يجب أن تستخدم لتكون عملية الإنقاذ بشكل أسرع في هذه الظروف. ماذا لدى المغرب من أدوات ومن أعداد أيضا لمثل هذه الظروف؟ فعلا كما قلت هناك حافل قد أرجعك، أتوصلت بخبر عاجل، وأن كما أكدت التلفزيون أن الحاصلة في مركز جامعة إيغي بإقليم الحوز وصلت إلى حدود الساعة 7 صباحا بالتوقيت المغربي إلى 632 وفاة و 329 إصابة، من بين 1 إصابة خطيرة، حيث تم تسجيل 260 وفاة بإقليم الحوز و190 في اقليم سارودانت و89 وفاة في اقليم تيشاوا و30 في اقليم وازازات، وكذلك بمراكش 13 بمطرق و11 في اقليم افيلار. هذا يعني بان حتى الدار البيضاء ثلاث وفيات